معك دكتور محمد غنيم، هتكلم عن مهارات الاتصال، وده شيء مهم جدا، وانا عارف في فيديوهات كتير عن الموضوع ده، بس هتكلم من زاوية مختلفة شوية، زاوية إنسانية وزاوية عملية. في الكتاب بتاعي عروسة ماريونيت ولا قائد أوركسترا، اللي تقدروا تشتروه أونلاين من عندي، كاتب فيه جملة مهمة أوي: أنا ما بصدقش دايما دموع الستات وقلوب الرجالة، ولكن بصدق أكتر دموع الرجالة وقلوب الستات. المشكلة إن الرجالة بتحب اللي بتشوفه والستات بتحب اللي تسمعه، عشان كده الرجالة بتكذب والستات بتحط مكياج. التواصل يا جماعة دي أهم مهارة في حياتك، ولو مش عندك ممكن تدمر حياتك. التواصل ده ساعات بيكون كتابي، ساعات بيكون منطوق، اللي هو لازم يكون بقى مدام منطوق الكلام، لازم يبقى نغمة صوتك واضحة، مخارج ألفاظك واضحة، أو يكون عن طريق لغة جسد. أنا دايماً بقول أهم حاجة في لغة الجسد هي الابتسامة. الابتسامة تتحدث جميع اللغات. الابتسامة معدية. حضرتك لو ابتسمت في وش حد، جرب كده، اقعد دقيقة قدام وش حد، في وش حد وابتسم، هتلاقيه ابتسم قدامك، هيقول لك في ايه في ايه، افضل مبتسم لمدة دقيقة، جربها هتلاقي كلامي صح. طيب، التواصل لو انت عندك مشكلة في علاقاتك وشغلك، سبب رئيسي منه ان مهارات الاتصال عندك ضعيف، مهارات التواصل عندك ضعيف. الميزة واهم حاجة في مهارات التواصل، وانا بركز عليها ليه، ان دي بتستخدمها كل يوم طول حياتك. طيب، انا كتبت لك 6 عناصر هنا هيخلوك عندك تواصل وتعرف توصل رسالتك للمستقبل بتاعها بتواصل عالي. أول واحدة، وهقولهم بالترتيب بعد كده أشرحهم، إنك تكون حازم، جدير بالثقة، عندك مرونة، عندك تعاطف، عندك وضوح، عندك مهارات استماع. طب يعني إيه؟ هقولك كل واحدة فيهم. الحازم ده، انت هدفك ايه من التواصل الاول؟ اي هدف ليك انك عايز حاجة تحصل او توصل رسالة معينة، مع المهم انها توصل ايه، بهدوء. ما تبقاش انت زي السجادة اللي على الباب ديت، اللي هي الناس تتنطط عليها وبيدعسوا عليها زي ما بيقولوا العرب، او بوش اوفر اللي هو اي حد يقول لك حاجة تعملها. لا، انت ما حدش يقدر ياخد منك اي حاجة غير بمزاجك، ولما تتكلم لازم يبصوا لك ويسمعوك، ولازم يكون عندك اصرار في طلبك، اصرار في طلبك، ان انت عايز حاجة بتبص في عين اللي قدامك وبتكون تطلبها بصوت واضح. هو ده الاسيرتيفنس، الحازم. يبقى أول حاجة في مهارات التواصل إنك تكون حازم. أنا ما شفتش واحد حازم بيتكلم كتير، فدي مهم جدا إنك إيه؟ كلامك يكون واضح، و رقم 2 بقى تكون أنت جدير بالثقة. دي مهمة قوي، عشان الأول لما تكون جدير بالثقة تكون أنت صادق مع نفسك، وعارف إيه قيمتك كويس جدا، والناس نفسها ما دام انت صادق مع نفسك هتعرف تتوقع ازاي انت هتتصرف في المواقف دي، عشان انت انسان مش منافق وبتغير كلامك، فالناس عندها ثقة فيك. فمن ضمن مهارات التواصل انك تكون جدير بالثقة. طيب، تالت حاجة، عندك مرونة. يعني ايه عندك مرونة؟ يعني تقدر تسمع وجهات نظر تانية،
مش قافل دماغك يعني على رأيك وخلاص، بتخلي اللي قدامك يحقق مكسب، مش اللي هو تعرف اللي قدامك عايز ايه على طول، نبيه يعني. وتعمل حاجة اسمها وين وين، اللي هو مكسب مكسب، اللي هو ايه، انت كنت عايز كذا، نوصل لحل وسط. فهي دي المرونة، وتعرف امتى تتراجع. الناس ما بتحبش تتعامل مع الناس اللي دماغها ناشفة، اللي هم يقولوا ماي واي اور ذا هاي واي، يعني هتبقى كده يا ما فيش، ما عندوش مرونة، بيسموهم أنويين كده هوت، وما بيحبهمش وبيبقوا باينين قوي. فخلي عندك مرونة، دي هتسهل عليك الحياة. رقم 4، وقربنا نخلص اهو، الوضوح. انا بتكلم مع حد بيبقى قاعد يقول لي ايه، انا اتكلمت مع الراجل وقال لي الحكايه والروايه والحوار، طبعا الكلام كلام كتير ومش واضح. يعني ايه اهم حاجه في الوضوح؟ ما قل ودل، اللي هو ايه، قال انت توصل رسالتك بوضوح وتكون سيمبل، سهله. اخر حاجه او قبل الاخيره، التعاطف، دي مهمه جدا. التعاطف دي جاية من العاطفة، يعني أنت تحس بالناس التانية، تحس بيهم. الشخص لما تسمع حد يقولك محمد ده فهمني، حاسس بيا، مش يعني إيه، الناس هتقفل لو أنت مش فاهمهم، لو أنت مش حاسس بيهم، لو أنت ما طبطبتش عليهم. حتة العطف دي أو العاطفة دي مهمة جدا في التواصل مع الناس وبناء العلاقات. أي حاجة في التواصل مبنية على بناء العلاقات، التواصل الناجح، سواء ده علاقات شغل أو علاقات أي نوع من أنواع العلاقات. آخر حاجة عشان ما أطولش عليكم، الاستماع، مهارة الاستماع دي. أنا قعدت مع مدير مدرسة قبل كده في أمريكا، وقعدت أتكلم معاه بقول له أنت يومك بيقضي إزاي؟ قال لي معظم يوم استماع، إحنا بيدفع لنا عشان نسمع الناس. ساعات الناس بتيجي تقول لك حاجة وما بتقولهمش أي حل، والرغم بس إنك تديهم فرصة إن هم بيسموها فنت، يطلع يبعبع اللي عنده، بيستريح ويمشي، ودي مهمة جدا. وخلي بالك ودانك عمرها ما هتأذيك، فاسمع اكتر ما تتكلم. وناس كتير بنقول لها كده هوت، واحنا نفسنا لاقي نفسنا بنتكلم اكتر، زي الفيديو ده انا كنت عايز اعمله اقل من 5 دقايق، اتكلمت اكتر. anyway، شكرا.